الخوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كاين جديد. في الفيديو ديال اليوم الخوت غنهضر لكم على اول اير ماكس في 2023. هي هذه اول اير ماكس 2023، كما قلت لكم البارح راه اللوحه هي اليوم تلاحت. هذه سميتها ميديوم اوليف، كيفاش دايره الخوت. الثمن ديالها 150 اورو، 1500 درهم. كما كنقول لكم ديما الخوت، هذا راه دان، هاد البارتي حتى هي راه دان، هادي الشبكة وهادي جلد. بياسة زوينة، اللهم بارك. هاد راه ما بين الكري، ما بين الكري والخضر مغلوق، هذا خضر مغلوق كيبان لكم بحال كري بارد. ها الكري ها هو، هذا راه خضر كيف كنقولو حنايا، هذا خضر زيتي، هذا تا هو راه خضر. بياسة، اللهم بارك الخوت. ديما كنجيب لكم الحصري. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الواتساب الخوت، راه نعاود نكررها، الا هضر معكم شي واحد في الواتساب راه ماشي انايا، راه الواتساب محيدو هادي شي عامين دابا. اللي بغى يسولني على شي بياسه ولا بغى نحضر ليه شي بياسه، ما عليه غير يتواصل معايا في البريفي ديال الانستغرام اللي غيطلع لكم دابا. اولا يدوز عندي الباج فيسبوك، ولا يخليها ليا هنايا في لي كومونتير. بهاد المناسبه ما تنساوناش بالدعم بلي لايك وبلي كومونتير باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. بياسة عجبتني الخوت، زوينه اللهم بارك. غنشوفو دابا مكان الصنع، ها هو فيتنام. كما وريتكم في الاير ماكس، اخر اير ماكس خرجت في 2022 فيها البلاستيك هنايا. هادي شوف راه فيها التوب، هذا ما كان الخوت في الفيديو ديال اليوم. ما تنساوناش بالدعم بلي لايك بلي كومونتير باش يبقى يوصلك ديما الجديد. خليناكم فرحة الله، السلام عليكم.